وقفنا هنا على الرصيف، شارع عام ومنتزه، تقدر تجلس وتتبسط هنا وتفرش فرشتك. هنا مصلى، مصلى المتنقل، راح نبسط فرشتنا هناك ونجلس. تقريبا امام كل لوحة تقدر تحط فرشتك وتتبسط هنا. زي ما تشوفوا الشارع هنا شارع العام. شكي ما تقول كلب؟ والله أول مرة أجلس مطعم من الكلب. إيش هذا يا مدى؟ اندومي. اندومي مع برودة النمص، قلنا ناكل اندومي عشان حار فيدفينا شوية. هيا بالعافية. استنى كمان استنى وسرك كلكم على اندومي. حتى سوكي سوكي شوف الله. هيا بالعافية. الجميل في هذا المنتزه اللي ما كنا نعرفه وما كنا نتوقعه انه يطل على منتزهات. شوف الجلسات هذه اللي تحت، اطلالة من هذا المكان اللي نحن فيه الان. ما شاء الله تبارك الله. حديقة الملك عبد الله هنا في المدرج الاول او الاسفل. تمام، اخذنا فطورنا من المطعم الباكستاني، فطيرة وبديلة. وإن شاء الله نفطر في هذا المكان الحلو في حديقة الملك عبد الله رحمة الله عليه. هيا إطلالة من العلو في هذا الجو الصباحي الجميل البارد نوعا ما. ممكن يكون تكون درجة الحرارة 25 إلى 20 ربما أو أقل كمان. هذا المدرج الأول وتقدر تقول الثاني لأنه فوق في محلات او مواقع للاسر المنتجه. اذا هذا المدرج الاول فيها العاب الاطفال من مراجيح. سكي وزحليقه وجلسات زي ما تشوفوا جلسات مسقفة وما شاء الله تبارك الله أشجار تظلل هذه الحديقة، حديقة الملك عبد الله رحمه الله تعالى. وسيع ما شاء الله تبارك الله. وزي ما وريناكم برضو أنه فوق طبعا ممشى، فوق الممشى هذا يطل على هذه الحديقة. هنا طبعا ممشى، احنا جالسين فوق، الناس ربما جلست هنا وربما خلت هذا المكان ممشى. وهذه جوانب الحديقة عليها رسومات جميلة ما شاء الله تبارك الله. فجدا هذه المنطقة وهذه الحديقة جميلة، مناسبة للعوائل اللي تبغى تجلس تتغدى تتبسط، وأطفالها كذلك وصغارها يتبسطون في هذا المكان الفسيح الجميل بالنسبة للأطفال كذلك. وجلسات جميلة للعوائل، خضرة وبرودة وأشجار وظل ظليل ما شاء الله تبارك الله. على شكل مدرجات، نحن الآن في المدرج الثالث، فوق هناك المدرج الثاني ثم الأول، وراح نروح الآن للمدرج الرابع وهو الأخير. ما شاء الله تبارك الله، دورة مياه نظيفة. نلقي نظرة سريعة حتى تشوفوا وترتاح انكم تجون هذا المكان تمرون، لان المكان فعلا نظيف ويستاهل. زي ما تشوفوا دورة المياه نظيفة وعدد 3 دورات و2 مغاسل ما شاء الله تبارك الله. نقدر ننزل شو من هنا، وفي ما شاء الله هنزول. هذا المدرج الأخير والرابع، شوف دورات المياه نساء ورجال. طبعا نحن الآن نصور الساعة 2 صباحا،
آخر الليل ما في أحد، ففرصتنا أن نقول لكم المكان كاملا يعني ما في أحد، نأخذ راحتنا في تصوير المكان. وما شاء الله الحديقة مزينة ومزيونة ما شاء الله تبارك الله، نظيفة ورائعة ووسيعة وكبيرة، إن بغيت خضرة فالأرض كلها خضراء ما شاء الله، وإن بغيت أشجار نخيل وغيرها من الأشجار فموجودة، إن بغيت ألعاب أطفال لك أطفالك وصغارك فموجودة. وشوف الجلسات هناك، وهنا المراجيح ما شاء الله تبارك الله، يعني جديدة وجميلة وحالة جدا ممتازة وجيدة، مد البصر ما شاء الله تبارك الله. ما بقي إلا أنكم تتفاعلوا معنا وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين في القناة، وادعمونا باللايك والإعجاب وانشروا المقطع في كل مكان. مع قناة ثلاثية أبو المعالي، معا نخطو ومعا نسمو. نسمو إلى اللقاء، نلتقيكم غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر. قرية المقر السياحي، قرينا في اللوحة قبل شوي مكتوب قرية المقر، قرية المقر السياحي، وإن شئت فقول متحف المقر السياحي. والمعروف طبعا بقصر الحضارات، يسمونه في النماص بقصر الحضارات. هذا القصر مما ذكروا عنه أنه القصر قام على تصاميم ترجع إلى الطريقة الأندلسية، اللي تصاميمها تأخذ الروح الإسلامية أو الطريقة الإسلامية. ومن الأشياء اللي ذكروا عن هذا القصر عدد الأعمدة فيها على عدد أيام السنة، 365 عمود موجود في القصر في الداخل. طبعا احنا جينا وشفنا القصر مقفل، ولعله يعني والله أعلم أنه ما يفتح إلا في أيام الصيفية، لأنه الناس عادة ما يجون للنماص في أيام الصيف. مع ثلاثية أبو المعالي وصلنا لقرية المقر السياحية للحضارات. نحن الآن جينا على قرب أيام الشتاء تقريبا أو نهاية أيام الصيف، وداخلين على أيام الشتاء. وذكروا برضو بحكم أنها أخذت القصر أخذ طريق الأندلسية، فمن الأشياء والمآثر اللي ذكروا عن القصر انه الشمس تدور بامتداد النوافذ الموجودة في القصر، فلذلك زي ما تلاحظون الان القصر في نوافذ كثيرة جدا، وهكذا العواميد، وهكذا القباب، القباب الموجودة تقريبا 7 قبب، كل قبة تمثل قارة من قارات العالم السبع كما ذكروا يعني. طيب، ونلاحظ الآن أنه أنا لو أقول أنه قالوا هم ذكروا أن القصر يعني التصاميم فيها في القصر تصاميم أندلسية، قد يكون في الأيام الأخيرة يعني غيروا في التشكيل والتلوين لعواميد القصر وجدران القصر. فأنا أحس أنه زي ما تشوفون الآن لو نلقي نظرة نشعر أنه الألوان ألوان يعني آخذة على طريقة الهنود في التشكيل أو التلوين. فما أظن يعني إلى الآن القصر يعني كتصاميم وتلوين وتشكيل يأخذ يعني روح الزخارف الأندلسية، وإنما حصل فيها ممكن تغيير من ناحية الألوان والتشكيل وما إلى ذلك. إن شاء الله نحن كنا ودنا نخش القصر، لكن زي ما قلنا لكم إنه لقينا القصر يعني مقفل، وما لقينا إلا شخص واحد جالس، ما أدري هو عامل الشغال هنا ولا واحد يعني مسؤول، بس إنه
يكون حارس للقصر مع اغلاقه في هذا في هذه الاونه الى ما تجي الصيفيه ويكون القصر مفتوح. طبعا هم من الاشياء اللي ذكروه عن القصر هنا انه في داخل القصر مخطوطات. طبعا زي ما تلاحظون وشفتوا انه القصر عباره عن عده ادوار، وكل دور يعني يحمل عدد كبير من المخطوطات. فمثلا الدور الاول والثاني قالوا انه يشتمل الدورين على تقريبا 18,000 قطعة تراثية. شيء من هذا التراث يجسد حضارة الأندلس والعصر العباسي تحديدا في الزخرفة والنقش وما إلى ذلك. والدور الثاني يعني يختزل الحضارة الإسلامية من الصين وحتى أفريقيا غربا. الدور الثالث ذكروا أنه يحوي عدد كبير جدا من المخطوطات الإسلامية في الطب والفلك وعلم الفرائض واللغة العربية والرياضيات وهكذا. وكذلك أنه في مخطوطات مكتوبة باليد للقرآن الكريم، مخطوطات مكتوبة باليد للمصحف الشريف. تمام، إن شاء الله ربنا يكتب لنا إذا تيسر أنه ندخل فيما بعد إن شاء الله. مع ثلاثية ابن معالي وصلنا معكم في التغطية لرحلتنا للنماص إلى هذه المحطة الأخيرة، وهي قرية عيش المقر السياحية للحضارات. إذن نختم فلوقنا ونختم رحلتنا في هذا المكان، وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى وفي مناطق أخرى من مناطق ومدن جنوب السعودية الجميلة في هذا الحين. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.